السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي بخير؟ جمعه مباركه. اليوم جيت نشارك معكم المشتريات ديال بيم. صراحه كنت بغيت نصور لكم من بيم، ولكن للاسف راكم عارفين الجمعه كيكونوا عروض يعني اسبوعيه، كتكون بالثلاث وبالجمعه ديما كتكون في بيم، وكيكون عليها الاقبال بزاف. دونك ما كيصلح لكش تصور، لان الناس كيكونوا شادين نوباك وشي كيبغي ياخذ كلشي، يعني كتكون الفتنه. ما يصلح لكم في نهائيا تصوروا ولا تهزوا التليفون ولا شي حاجه، راه الناس اللي كيمشيو لبيم راهم عارفين. المهم هنا خديت هذا البلاطو هذا اللي في الدوغي كما كتشوفوا، ما غيبان لكمش، كيبان لكم اللون ديالو بحال البرونز انا هنا، ولكن هو راه صفر البنات صفر. المهم هذا كيدير 100 درهم، 93 درهم فاش شي حاجه، المهم 100 درهم تقريبا على ما اظن. المهم حليلو هكا اوفال، كيجي اوفال وماشي كبير بزاف البنات وماشي صغير، ها انتم متوسط. انا كنظن يعني يصلح للحلوه هكا، البريزونطاسيون ديال الحلوه ديال لي فوغي ديال شحال حاجه، فهمتوني؟ المهم هذا دير 100 درهم هكا في الدوغي، وكذلك خديته في هاد لارجونتي هكا، شويه فيه هاد العويجاج هنايا، ولكن ماشي مشكل ما دارش. ها انتم شفتوا، ها هو ده في لارجونتي. يعني ما كيكونش عندكم لو شو انكم تختاروا، عاد السيد اللي تما كيقول لك حلو الا لقيتوا شي حاجه فيها، يعني ما كترجعش سورتو لا كاس، راكم عارفين التلات ولا شي حاجه. المهم كتقلب تما الجاج، المهم ما كيضيعوش مساكم وصافي. هادشي اللي كاين هذا حتى هو نفس الثمن ديال الدوغي، حتى هو ب 100 درهم. كيجيو متوسطين هكا البنات، متوسطين كتكون فيهم هاد المرايه هكا الجديدات ديالهم، ها هما هذا كما كتشوفوا. المهم الجديدات حاولوا عليهم، ماشي زعما شي نقول لكم غيترسوا، ولكن الانسان ما يتقاش مثلا غيدير شي بريريد وكويسات ولا شي حاجه غير جوج الناس ولا هذا، راه يقدر يحط فيهم صينيه فيها البراد والكيسان ديالها هكا مثلا. وكذلك خديت هادي البنات كما كتشوفوا، كتجي بحال هكا فيها هادي كتبقى بحال كريستال، وها انتم شوفوا كيفاش كتجي زوينه. حتى هي بحال هذاك الطوغي، هي لي موتيف اللي فيها ماشي بحال هذاك اللي في بلاطو، كيجيبوا كل حاجه يعني. وعندها رجيلات هكا بحال هكا من تحت، شفتوا ثلاثه د الرجيلات، ها انتما كتهز بحال هكا زعما. صراحه طلعت زوينه، كانوا حتى في لارجونتي، ولكن كيكون كما قلت لكم راه ما كيكونش عندكم الوقت انكم تختاروا، غير نتوما شنو هزيتو ولا راه يعني كتكون مخاطفه صراحه. الله كي الصباح انا شحال هذه ما مشيت لبيم على هذا الشيء، هادي وقيله مكبر قبل كورونا مشيت في الصباح زعما وقبلت النوبه انا مع الناس وداكشي، ولكن اليوم قلت علاش لا ما ندوش، بقيت شاده جدا النوبه وجلس صدقت لقيت هادشي زوين وصافي وخديت منه. ها انتما كما كتشوفوا هادي الثمن ديالها، والله ما عقلت عاين نشوف التيكي ونجمعكم الثمن ديالها البنات. 100 درهم حتى هي 100 درهم. وخديت كذلك هاد البلاطو هذا، شوفوا كيفاش داير فيه هنا الدوغي والجديدات ديالو. المهم هاد المشكل ديال هاد الجديدات انا شويه لقيتو هنا من هذا، ولكن ما دارش مجرد من هنايا من هادو. هاد الجديدات تهرسوا لهم بزاف بيم، الناس ما كيحاولوش كيبقاو يتخاطفوا على الحاجه تهرسوهم لهم. انا هادو لقيتهم حتى ساليت وخرجت وداكشي ورجعت باش نشوف، لقيت واحد ليكاج كانوا جابوهم بحال القفوصه هكا، عرفتوهم اللي كيحطوا فيهم هكا الحلويات ولا لي صالي ولا كذا، لقيتهم هادوك مصاف مابقاوش داوهم الناس. دونك هاد من رجعت لقيتهم باقي هاد الشكل هذا، وباقيين في البيض هنا اللي عندهم هنا رخامه بحال بيضة، ولكن صراحه المهم عجبني هذا، انا عجبني هذا. ها نتوما هو ثقيقل، هذا ثقيقل شويه ثقيقل، هذا داير 130 درهم البنات، 120 درهم فاصله شي حاجه، يعني 130 درهم. المهم انا كنحاول نلوح لكم فيديو دابا، ولكن الا لقيتو بهمات باقيين فيهم شي حاجه ضربوا دويره، الناس اللي مهتمين ولا محتاجين شي حاجه. وكذلك خديت هذه، هذه عطات ليها واحد السيده قالت لي زعما واش بغيتيها، قلت معروضه من الخير مرحبا، لان من بعد خديت لها البلاطو، ولكن ما رديتش البال واحد الحاجه انا، دابا نمشي نشوف عندهم واش يبغيو يبدلوها لي ولا لا. ما كاينش باش تبدل ليها، غترديها وصافي. يعني هايده عندهم هذه ثقيله البنات، راه كريستال عرفتي راه ثقيله. دابا مشكله هذا لقيتها هنايا خاويه، وشي وحده خدات الله يسمح ليهم وصافي، هادشي اللي غنقول حيت لقيتها محلوله انا. شي وحده خدات الفيس جو بونس، ياك ما طير لها الفيس شي حاجه وخداته، ولا الله اعلم باش ما نديش الذنوب ديال الانسان الله اعلم. المهم دايره 89 درهم فاصله شي حاجه، يعني 90 درهم. انا ما رديتش البال حيت كنت خديتها في الاول بزاف، ما عقلتش على الموتيف اللي فيها الداخل هذا في البلاطو، ولكن ماشي مشكل. اصلا نتوما راه كتقدموا فيها داكشي اللي كتقدموا فيها، سواء تمر معمر سواء اي حاجه بغيتو تقدموها فيها، ما كيبقاش يبان بزاف الوسط ديالها كيفاش داير، هادشي اللي كاين.
المهم كتبان بحال هذا تقريبا، واخا هي ما فيهاش الدوغي من هنا، ولكن حتى هنا فيها الدوغي، وهذا فيها الدوغي، وهذا بلومارين، الاخر بلومارين. المهم دايره 89 درهم. هاد الديس زعما صراحه الله انا قلت نمشي نشوف عندهم، ما لقيت شي، غالبا ما غنلقاش، نقدر ندير شي فيس نشوف واش نلقى شي فيس نديرو لها وصافي. كتركبو هنايا هادشي اللي كاين، هما بالضربه مع هادشي خصو الانسان يرد معاه البال وصافي. وخديت هاد المول الغزال صراحه كانت شهوتي فيه. هاد لي مول هادو راكم عارفينهم دابا غاليين في الاسواق، يعني كيديروا يعني كاينين لي مول 100 درهم الفوق وانتم طالعين الا بغيتو مزوينين. المهم هذا انا كنعجبني هذا اللي فيه هاد بحال لي بول هكا بومبي، عجبني هذا داير 150 درهم البنات. هانتوما شوفوا ها كيفاش كيجي من الداخل، 150 درهم ولكن زوين. غرانيت على ما اظن لا ماتيغ غرانيت. هاي الكرتونه ديالو البنات، هما كيفاش كيجي الكيك، ها هما العبارات ديالو. صراحه كبير كبير، يعني ماشي زعما تقولوا صغير ولا شي حاجه، راه كبير هكا كيجي مربع زوين. المهم هذا كما قلت لكم 150 درهم. واخر حاجه اللي غنوريكم اللي شريتها لقيتهم جابوها، حيت ما كتكونش ديما يمكن على ما اظن عندهم، هو هاد البابي كويسون. صراحه البنات ثقيل، راه فيه 50 متر، شوف 50 متر ب 55 درهم، يعني كطيح رخيص تقريبا، واش تقريبا درهم المتر ولا بحال هكا، راه مزيانه فهمتوني، يعني شي حاجه زوينه كيدي لكم وكيبقى لكم مده طويله، يعني الرولو كيكون كبير. شوف مشدود من هنايا، مابغيتش نحلو حيت انا باقي عندي، مابغيتش نحل هذا، باقي عندي شي واحد فيه شي حاجه، يعني تيسالي لي هذاك وعاد نبدا هذا. دونك هانتوما كما كتشوفوا هنايا، هو دا شفتوا ورق الطبخ يكون زوين، وصراحه كيطيح اقتصادي البنات، واخا كيجيكم في الاول 50 درهم شويه 55 درهم، ولكن ما تنساوش ان 50 متر، يعني شي حاجه زوينه، غير خذوه بعينيكم مغمضين، شي حاجه كاليتي. ها هما العبارات ديالهم عاطينهم، ها العرض ديالو 38 سنتيم. هادشي اللي كاين البنات، هادو هما المشتريات، وشوفو حلال، هادو هما المشتريات البنات. كنتمنى انهم يعجبوكم، وما تنسونيش واحد اللايك واشتراك في القناه الا كنتو مازال مشتركينش، وشكرا بزاف ليكم الوفاء ديالكم والمشاهده ديالكم الفيديوهات ديالي. كنتمنى انكم تخليو لي التعليق ديالكم، الراي ديالكم في هادشي، وشكرا بزاف ليكم.